الفرقه كما يعلم الجميع، يعني كل الفرقه ما تسمى بالفرقه المدخليه هي اصلا فرقه سياسيه اسست بعد حرب الخليج الاولى، وسببها كان وقوف عدد كبير من المشايخ وعلى راسهم الشيخ الالباني انذاك ضد استدعاء القوات الامريكيه لحرب العراق. من هنا نشات هذه الفرقه على يد الشيخ محمد امان الجاني، ولذلك تسمى بالجاميه، والشيخ ربيع المدخلي، ولذلك تسمى بالمدخليه. واستمرت هذه الفرقه في عدائها اساسا كان عداء لبعض الناشطين او بعض المشايخ السعوديين من كانوا يسمون انذاك بالحركيين. ثم تطورت هذه الحركه لتهاجم الاخوان المسلمين الذين اعتبروا كانوا وراء ممانعة هؤلاء المشايخ في دخول القوات الأمريكية إلى السعودية ومنها إلى العراق. ثم كبرت هذه الحركة والآن تهاجم كل المخالفين لمشايخها في غير انضباط حقيقة. يعني الآن لا أحد يسيطر على هذه الفرقة، في الأول كانت تحت سيطرة أمان الجاني وربيع المدخلي، الآن لا أحد يسيطر عليها. وإن كان ربيع المدخلي وهو كبير جدا في السن كما يعلم الجميع، يعني هو عمره يفوق ال 80 سنه، لا زال احد اهم مراجعها، ولكن في الحقيقه بسبب كبر عمره وبسبب اسباب اخرى لا احد يسيطر على هذه الفرقه. وهي طبعا اسرع انشطارا من نواه اليورانيوم هذه الفرقه كما قال ضيفك قبل قليل، يعني تنشطر دائما بسبب عدم وجودها على وجودها او تاسيسها على قاعده ثابته، وبسبب انها في الحقيقه هي حركه سياسيه وليست حركه دينيه. ما يشملها او ما يضمها ان معظم قادتها حتى من الناحيه الشرعيه لا يوجد فيها اي شيخ من كبار العلماء المعروفين في السعوديه.